Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ma cuisine. Marhaba bikoum dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais préparer berkouks. Des petites pâtes. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بوغ المقادير نتاع بركوكس وبركوكش، 250 غرام دو بات، دي بتي بات كوم سا، ميتين وخمسين غرام، إين بتيت كاروت حبة زرودية، نصف حبة نتاع القرعة موتي دو كورجيت، دو طومات، اي حبة بصل. اي موا جو ميتر ان بتي بو دي زيسكالوب دو بولي، صدرو الدجاج. خديت شوية ان بتي مورسو، 100 غرام و 120 غرام، 120 غرام و 100 غرام، 130 غرام. فوالا جي اشي لي زونيون، قطعت طريفات نتاع اللحم، لي كورجيت، جي ميكسي لا طوماط، اي جي كوبي لي كاروت. خديت الكميلة و الطنجرة، بسم الله، غادي ندير دو كويار سوب دو لويل تورنسول، جوج معلقات كبار نتاع زيت المائدة، اون كويار سوب دو لويل دوليف. غادي ندير لي بتي مورسو ديون، شوية نتاع الملح أم بوستيل، أو شوية نتاع ليبزار. جيبي صفير لي بتي مورسو ديون، بصل، جي ليسي لي زونيون فري، خليت البصل تقلى، غادي نزيد زرودية، طماطم، دو لاي، شوية نتاع التوم، دي سيل، دي بوافر، دي كوريندر اون بودر، du curcuma, du paprika ou tahmira, une cuillère à café de tomate concentrée, tomate mossabara, gingembre, zinjabil, chouïa et de l'eau bouillante, ben morella, 750 مليليتر، 750 مليليتر. الا خصنا شويه نتاع الماء نزيدو، يا غادي نخلي 15 دقيقه 15 مينوت. غادي نزيد الحار سي فاكلتاتي، غادي ندير القرعه، الحمصه، لي بتي مورسو عفوا دو لا فيوند. غادي نخلي المحمصة طيب 12 دقيقة، نصف كاس 100 مليليتر دو لو بويونت، ماء مغلى، un peu de pois chiche cuit que j'en ai, شويه نتاع حمص،
Et voilà, Berkouch, il est cuit. Il faut les laisser cuire. Les mhamsa. Et voilà, Berkouch, bsaha ou raha. Et bon appétit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.